الله الرحمن الرحيم. استكمالا للباثولوجي، احنا المره اللي فاتت طبعا ابتدينا بالنورمال اناتومي والنورمال الترا ساوند وبعض التكنيكس اللي احنا بنعملها علشان نوبتمايز الاكزامينيشن. النهارده احنا هنبتدي مع حضراتكم في الالترا ساوند اوف جول بلادر اند بيلياري سيستم. طبعا حضراتكم اكيد في الفيلد وعارفين ان الليفر والبيلياري سيستم والبنكرياس الفيرست اكزامينيشن دايما بتاعهم بيبقى اعمل لي الترا ساوند. يعني اول كلمه بقولها العيان شكيت في ليفر ديزيز، بيلياري ديزيز او بنكرياتيك ديزيز وان كانت اقل، بروح اقول له اعمل لي ابدومينال الترا ساوند. طب البيلياري الترا ساوند والجول بلادر انا عاملهم بالاحمر، ليه بالاحمر؟ عاملهم بالاحمر مش عشان انا هقولهم، لا، علشان هم اخطر، مش اخطر، اكثر حاجه فيها خطوره في الالترا ساوند. ايه ده؟ ليه يعني؟ ده جول بلادر يا عم، دي حاجه سهله جدا. لا 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 خالص. تاكد ان حضرتك لما بتعمل ابدومينال الترا ساوند وتكتب في التقرير العيان ده عنده جول بلادر ستون، ده الفيرست ولاست اكزامينيشن الدكتور الجراحه بيعمله. بعد كده انت بترجعها لدكتور الجراحه بجول بلادر ستونز، عنده رايت هايبوكوندريال بين العيان جاي لك بيه، ووصفت لي شويه سيكنينج، هيقول لي دي كرونيك كالكولار كوليسيستايتس ولازم تتشال. كل اللي هيعمله الجراح هيقول له والله انا هعملها لك لاما لابروسكوبيك او اوبن كوليسيستكتومي. فانت كده خدت القرار وسلمت المريض على المفتاح زي ما بيقولوا، ان العيان ده هيخش اوضه العمليات بعد الكلمه بتاعتك دي. مفيش سكند انفستيجيشن، ده عكس الديفيوز ليفر باثولوجي والهيباتيك فوكال ليجن زي ما الدكتور حسين بيقول والدكتوره امل قالت لنا. والله احنا عندنا سي تي، عندنا ترايفيزيك سي تي، عندنا ام ار اي، عندنا ليفر بايوبسي. هنا مفيش الكلام ده، هنا جراح على طول وتيك كير. فالموضوع بقى النهارده في منتهى الخطوره، ودي حقيقه. You must be accurate. مفيش مجال للخطأ في الجول بلادر، مفيش مجال للخطأ في الالترا ساوند، لأنه زي ما قلنا هو الفيرست اند لاست اكزامينيشن. وخد بالك ما تقلقش، زي كل مرة احنا بنبتدي من تمام الزيرو ليفل، ما بنبتديش من تحت الزيرو، بنبتدي من الزيرو ونوصل خطوة بخطوة. لما بنبتدي جول بلادر اول كلمه بنقولها يو ماست ستادي اناتومي. ما ينفعش تشتغل الترا ساوند وانت مش عارف الجول بلادر دي شكلها فين، محطوطه فين، النورمال اناتومي بتاعها ايه. فاول حاجه بنقول والله الجول بلادر دي جلوبيلر شيب موجوده تحت الليفر، اهي موجوده قدام حضراتكم اهي. والبيلياري سيستم كله ليه علاقه بالليفر واضحه جدا، وعلاقه بالديودينم، وعلاقه بالبنكرياس. علشان كده احنا هنقول ان الاناتومي في جول بلادر هي موجوده في الاندر سيرفيس اوف ذا ليفر، بتجيب بايل من الرايت والليفت بيلياري داكت من الليفر، وليها علاقه قويه جدا بالسمول انتستين. الجول بلادر وظيفتها الأساسية ريزرفوار اند كونسنتريشن اوف بايل. طيب خلينا نشوف، احنا دلوقتي عندنا ليفت هيباتيك داكت ورايت هيباتيك داكت بيتجمعوا في كومن هيباتيك داكت، بتيجي سيستيك داكت، الكلام ده مهم جدا، تفتح على كومن بايل داكت مع البيلياري مع البنكرياتيك داكت في الامبولا فاتر بتترين. طيب تمام، يبقى جول بلادر جلوبيلر ليها علاقه بالديودنم، علاقه قويه جدا، ده تقريبا هي لازقه في الديودنم من الناحيه الثانيه، دي حاجه مهمه قوي وهنطبقها كتير قوي النهارده. علاقتها بالديودنم قويه، علاقتها بالبنكرياتيك علاقه وجود، وعلاقه سيمتومز بتظهر في اوبستراكشن، بتتكون من فاندس بودي انفانديبولم نيك رايت وليفت بيتجمعوا في كومن هيباتيك، بيجي عليهم سيستيك داكت بيفتح جمعه مع بعض في كومن بايل داكت اللي هي بالدرين مع
البنكرياتيك. طبعا في وراها الهيباتيك ارتري، ووراهم كلهم البورتال فين، بيكونوا الترياد المعروف اللي احنا هنستخدمه برضو كتير قوي النهارده. تمام، مع البنكرياتيك داكت في الامبولا اوفاتر. تمام، يبقى سيستيك داكت بعيد وزيد، معلش، كومان هيباتيك داكت مع بعض، كومان بايل داكت مع البنكرياتيك داكت، هيباتو بنكرياتيك امبولا اوفاتر. المقاسات، خد لي المقاسات والنبي يا عم. المقاسات بتاعتي 8 في 4 في 2، سهله سهله خالص. 8 ده اللونج اكسس، بس 8 سنتي. 4 ده الشورت اكسس. الاثنين ده الثيكنس، بس الثيكنس مش 2 سنتي، الثيكنس 2 ملي. ايه ده 2 ملي بس؟ ايوه بس 2 ملي. الكلام ده كل ميجرمنت في ده لو زاد وقل فيه باثولوجي هيشتغل. الوول ثيكنس 3 لايرز، اوتر سيروزا، انر ميوكوزا، وفي الويست زي ما احنا متعودين ماسل لاير. مهم قوي الكلام ده، لان لما هتبقى ثيكند هنقول ان هيحصل فيه إديمة في الوول وهيبقى ليها شكل مختلف. احفظ بعينك الخط ده، هو ده اللي انت هتشوفه، ده الطبيعي. الاناتومي كونسيدريشن، انا عندي في فولد نورمالي موجوده، في بعض الناس بيقولوا ده انومالي، بس يعني ده فاريبل. الهارتمان باوتش بتبقى فيه فولدد نيك، وبتبقى ساعات فيها الجول بلادر متنيه على نفسها. يعني ايه متنيه على نفسها؟ عارفين الزعبوط؟ ايوه ايوه الزعبوط، ما تستغربش. الزعبوط اللي بيلبسه اللي هو المهرج ده ساعات بيبقى متني على نفسه كده، بيسموها فارنجيان كاب. دي مهمتها اللي هي دي، بتبقى نورمال وممكن تخفي استون وراها لو انت ما عملتش اكزامينيشن للمنطقه دي. ومن اهم المناطق برضو في الـ في الـ في الـ في الجول بلادر النك، يو ماست ايفالويت ذا نك. السي بي دي احفظ رقم 8. ايه ده هو كله 8 4 2؟ ايوه هنا 8 بس 8 مللي، ده سي بي دي. الجدار من انر تو انر، الجدار بتاعها الكاليبر بتاعها 8 مللي. في كلام كتير قوي اتقال، قال لك والله لا هي مش 8 مللي بالظبط، ده كل لو عملت كل سيستكتومي هتزيد طبعا، لان البريشر هيبقى عليها عالي. لو العيان كبر كل 10 سنين بيزيد في السن، بعد 50 سنه تزيد لي مللي. اه بس خليك حافظ 8، انسى لو عايز تنسى انسى كل ده، وافتكر ان هي بتختلف من حد لحد وبوست كله سيستكتومي، وما تنساليش رقم 8. 8 ايه؟ مش 8 سنتي طبعا، 8 مللي فروم انر تو انر، يعني من الميوكوزا دي للميوكوزا دي عدي لي 8 مللي، يبقى انا كده نورمال. اكتر من 8 يبقى دايليتد. الدايليتيشن حبوا يعملوا لهم تقسيمه، قال لك والله ممكن تبقى مايلد دايليتيشن، مودريت دايليتيشن، سيفير دايليتيشن، واكستريملي سيفير دايليتيشن. 2 سنتي ده رقم رهيب بالنسبه بقى الديودينام كده. تمام، هل لما بتتقفل الكومن بايل داكت بتوسع؟ ايوه بتوسع طبعا، بس مش على طول. لو اتقفلت النهارده دلوقتي هتبتدي الوسعان بتاعها بره الليفر بعد يوم، يعني على بكره ان شاء الله. طب وانترا هيباتيك بيليا راديكال دايليتيشن على يومين. يعني انا لو النهارده جاي عيان جاي لي اي وعندي وجع واستونه دخلت، اقيس له الميجرمنت تبقى نورمال. لا يا عم مش النهارده، ده انا اقيسها لك بكره عشان اقدر احلف لك ان انت ما فيش عندك دايليتيشن. طيب الانترا هيباتيك بيليا راديكال زي ما الدكتور حسين قال لنا المره اللي فاتت، وده كان كلام جميل، قال لنا اللي هي باريل شيب لو في دايليتيشن، اللي هو دبل داكت دبل باريل شوت جان ساين، اللي هو الشكل الجميل ده، اللي هم ده قد ده، يعني البورتال فين قدها اكمن السي بي دي كبرت بقت قريبه من البورتال فين، فابتدت تديني البورتال فين تريبيوتري انترا هيباتيك راديكال قدها، اللي هي الدبل باريل شوت جان ساين. علشان تعرف اعمل لي دوبلر يا عم، مش مشكله، شوف لي البورتال فين هتلاقيه فيه بلاد فلو وجنبها السي بي دي دايليتد وحجمها كبير، وساعتها فروم انر تو انر. اكتر من كام؟ اكتر من 8، وان كانت هي السي بي دي هي دي كومان هيباتيك داكت. تمام، ايه علاقه الفاتي ميل بالموضوع؟ قال لك والله انا عشان اعمل لك سونار يا عمي، انت تعالى لي صايم 7-8 ساعات، وقبل ما تصوم ما تاكليش فاتي ميل. ليه؟ علشان الجول بلادر تبقى محترمه ومفتخره ومليانه، ما تبقاش فضت، الا لو انا شاكك في اوبستراكشن. ساعات اقول له اعمل له سونار واكله فاتي ميل، الفاتي ميل هيعمل هيكونتراكت البلادر، هيبقى البريشر اعلى على السي بي دي، هتدايليت اكتر. فقال لك قاعده،
لو زادت 2 مللي بعد الفاتي ميل، اذا زادت ايوه ما هو البريشر بقى عالي على السي بي دي، يبقى في اوبستراكشن ديستال. طب هو انت ليه بتصعب الامور كده؟ قال لك اصل الديستال ده ساعات ما بشوفش الاوبستراكشن. ليه؟ اصل في ديودينم وفي انتستين مليانه جاز ممكن ما اقدرش اشوف من خلالها. النورمال هي بالديكريز وكونتراكت الجول بلادر، امتى تنكريز اللي هو ايه؟ انا بتكلم على السي بي دي لو في اوبستراكشن. الاناتومي في جول بلادر السيرفيس اناتومي فكرني، قال لك ان هي عند الناينث كوستال مارجن كارتليج عند الريكتس، جنب الريكتس في الانجل اللي ما بين 9 والريكتس ماسل، ميد كلافيكولر اللي هو عند الرايت سايد. كلمه السر في الجول بلادر اكزامينيشن افتكر لونجيتودينال اند ترانسفيرس بيربنديكولر. الجول بلادر ما تتشافش في منظر واحد ولا منظرين، تتشاف داير داير، بس مينلي بتحط لونجيتودينال وترانسفيرس وتلف لفه، كل لفه بتشوف منها لقطه واثنين وثلاثه لا يكون في حاجه مختفيه خادعه جدا. الجول بلادر ستون، جول بلادر مد، جول بلادر ماس، جول بلادر بوليب، كل الحاجات دي خادعه جدا. فعشان كده انا ما بشوفش في بلين واحد، لازم اشوفها بالطول وبالعرض وما بينهما الذ طبعا. ريل تايم اللي هو انا بشوف في الانتير اورجان كله. عايزين نعمل هنا زي هنا كده زي ما بيشوف، احنا بنلف بنحط البروب، ركزوا ركزوا، ايه ده خد نفس، بياخد نفس ليه؟ قال لك اصل هي الجول بلادر دي تحت الليفر، فعشان اشوف فلازم ازق الليفر تحت بنفس واكتمه طبعا علشان اشوف الجول بلادر ان كلير سب هيباتيك فيو. زي ما حضراتكم شايفين هو بيعمل سكاننج للجول بلادر حته بحته، بيشوفها بالطول وبالعرض، بالعرض وبالطول. بالعرض بتبقى جلوبولر كده وبتبقى راوندد، والثانيه بتبقى الونجيتد، بشوفها الانتاير لينز بتاعها، ومن هنا بقدر اقيس طولها وعرضها بالوضعين دول. تمام، ده منظر اخر حاطه في الاناتوميكال بوزيشن اهو، ومتجهه البروب للناحيه دي، بتشوف انتر كوستال مش على الكوستال نفسها، لا الكوستال مش هيوريني اللي وراه، بشوفها ما بين الكوستال ما بين الريبس وبعضها عشان اقدر اشوف الجول بلادر من بين الايه البون. زي ما حضراتكم شايفين الجول بلادر هي بتحط هنا اهو ما بين الانتر كوستال سبيس، وبحاول العيان بياخد نفس، مهم قوي ياخده ويكتمه، اوعى ياخده ويخرجه يبقى ما عملتش حاجه. انا بحاول اشوف احسن فيو اواي من الريبس اللي هي بتبقى اوبسكيور الفيلد، زي ما شايفين كده ده ايه الرؤيه بتاعت. طبعا انا في بعض الاحيان بحب اللي انا اخلي العيان ينام على الناحيه الثانيه، لو انا شاكك في ستون اشوفها بتتحرك معايا ولا لا، بوليب مش هتتحرك، تيومر مش هيتحرك، مض بيتحرك، ونشوفها لو انا مش قادر اشوف بخلي الاورجن والانتستين تروح الناحيه الثانيه، فبقلل الجاز اللي هو العدو الاول والاكبر ليا في الالترا ساوند، بحيث ان انا اقدر اشوف كلير فيجن اوف ذا اول جول بلادر. ده بالنسبه للجول بلادر. بالنسبه للاكزامينشن اوف بيلياري سيستم، كلمه السر بورتال فين. يعني ايه؟ يعني انا بجيب البورتال فين ومن خلاله ومن طياته بشوف من خلاله اللي جنبه اللي هو الكومن بايل داكت او الكومن هيباتيك داكت. يبقى انا اساس الشغلانه اللي انا اجيب البورتال فين ازاي. طيب خدوا بالكم ان البايل داكت احسن مكان اشوفه فيه عند الهايلم، جوه تحت او انترا هيباتيك طبعا، بشوفه تحت الديودينم بيبقى مليان جاز، من الصعب بمكان اللي انا اشخص او اللي انا اشوف الديستال بارت. طبعا محتاجه مجهود، واللي انا نايم عيان بطريقه معينه واضغط واحضر العيان كويس علشان اقلل كميه الجاز اللي موجوده اللي هي بتغطي لي الفيل. طبعا زي ما انتم عارفين البورتال فين ما هو الا تجميعه من السبلينيك فين مع السوبيريور ميزنتريك فين، بيتجمعوا في كونفلونس اللي هو البورتال فين. البورتال فين وهو داخل في الليفر ساعتها بشوف البيلياري سيستم. انا دلوقتي ببتدي من الابيجاستيوم زي ما حضراتكم شايفين، زي ما الدكتور حسين قال لنا المره اللي فاتت، قال لنا من الاستيشن بتاعتنا اللي هي الابيجاستيوم، ساعتها هي بشوف السبلين، بشوف البتاع ده البنكرياس، تحته
اللي دايما ماشي وراه في كل حته السبلينك فين اللي بيجمع زي ما قلنا في الكونفلونس. الكونفلونس ده ما هو الا بورتال فين داخل في الليفر. جاست شفت بورتال فين وداخل في الليفر الوول بتاعه سيك طبعا ده نورمال، الاقي فوقيه نايم الكومن بايل داكت او الكومن هيباتيك داكت بشوفها فوق، اقدر ساعتها ايفالويت. ودي احسن طريقه بالنسبه لي اللي انا بشوف فيها الكومن بيلياري داكت. يبقى دي اول طريقه بشوف بيها. ممكن طريقه ثانيه اللي انا ببتدي بالعكس اشوف البورتال فين من جوه الليفر وامشي معاه واخرج بيه من الليفر وساعتها برضو بشوف. الفرق ما بين البورتال فين والهيباتيك فين فرق جوهري كبير قوي، ان الهيباتيك فينز ملهاش وول، الوول بتاعها هو الليفر، هو التيشو بتاعت الليفر، بينما البورتال فين هي ليها وول، الوول بيبقى هايبر ايكويك ثين وول، ساعتها بشوف وبمشي مع البورتال فين لغايه ما اقدر اخرجه لغايه الهايلم، وساعتها بايفالويت الهبات البيلياري دكت. تمام. خد بالك ان الديودينم زي ما قلنا لازق في الجول بلادر، ودي حاجه مش كويسه لان الجول بلادر جاست نايمه على الجدار بتاع الديودينم. طب ايه الموضوع؟ الديودينم لو في جاز، لو في فود بارتكل، هتديني فولس امبريشن ان الستونز هنا، يعني اكن دي ادي هنا ده الديودينم ومليان حاجه بيضة، ممكن امس دايجنوز واقول ده الجول بلادر وفول اوف ستون. طبعا تيك كير ان دي جنب دي، بنيم العيان بطريقه معينه هنشوف بعد كده، وهنشوف ازاي نفرق ما بين ده وده. كلها دي تيكس اند تريكس مهمه جدا، وهي النهارده كلها تيكس اند تريكس ازاي ايفالويت البيت فولز. من البيت فولز بتاعتنا برضو اللي هو الجول بلادر موجوده في حته ثانيه، ما سامعين عن البلفيك جول بلادر؟ حاجات رير بس موجوده. كونتراكتد افتر ايتنج، واحد كل اكله كويسه مليانه فات، جه قال لك انا عايز اعمل الترا ساوند، عملت له الالترا ساوند لقيت مفيش جول بلادر او جول بلادر ثيك وكونتراكتد، فهتقول له دي كونتراكتد جول بلادر ده فيها باثولوجي؟ لا ده جاست العيان لسه واكل. برضو من المشاكل اللي انا اشوف الجول بلادر بس ما اشوفش النيك. النيك زي ما قلنا حته من الحتت المستخبيه اللي ممكن تستخبى فيها ستون وما تبانليش. طبعا زي ما قلنا الباول جاز انترفير وذ ايمجينج. زي ما شايفين هنا ده ايه؟ دي اكنها ثيك جول بلادر، لا ده هو عيان جاست مش صايم، فالجول بلادر الوول بتاعها ثيكن، ده نورمال. ممكن تبقى مايكرو جول بلادر، ده في السيستيك فايبروزس ساعات بتبقى صغيره خالص. بعض الحاجات قال لك والله عشان تشوفها زي ما قلنا هولد ان ديب ريسبيريشن تو موف ذا ليفر داون. الحاجة التانية بنشوف في الاكزيلاري لاين، انتيريو اكزيلاري لاين ما بين الكوستال ريبس او كوستال البون. لو مش شايفها بنجيب الكيدني الرايت كيدني ونعمل ميديال روتيشن تو سي ذا جول بلادر من النقطة دي. تيك كير طبعا الجراحين بتوعنا شاطرين جدا جدا دلوقتي ومن زمان طبعا اساتذة وزي الفل. اللابروسكوبيك كوليسيستكتومي بيسيبوا سكار صغير قوي ولو مر بيه الزمن ممكن يختفي ما تقدرش تشوفه، فتيك كير ان انت ممكن ما تلاقيش الجول بلادر. او الاصعب بقى اللي انت لو انت مثلا بتعمل بلفيك الترا ساوند وبصيت بسرعه كده وما خدتش بالك انت مش مشكلتك جول بلادر النهارده، وكتبت الفورمه بتاعه الالترا ساوند ونسيت تغير الحته بتاعه، ما هي الفورمه بتبقى ثابته وانت بتغير فيها مش معقول هتكتب التقرير كل مره، فبتغير مع نسيت تغير فبيقول لك الجول بلادر نورمال، وهو العيان يقول لك ده انا شايل الجول بلادر لا مؤاخذه يا دكتور. فطبعا كده فقدنا المصداقيه 100% بالرغم من انك جاست انت ما خدتش بالك او انت مش دي الايرا اوف انترست بتاعتك. فتيك كير لازم تشوف الجول بلادر كويس، لو ما شفتهاش شوف ايه سببها، ممكن تكون متشاله والجرح مش باين، وخصوصا اللي احنا دايما بنشتغل في دارك سكاننج روم في الغالب بنقفل النور او نقلله شويه علشان تبقى السكرين واضحه فما بنشوفش الانتيريور ابدومينال وول. تيك كير بتبقى لا مؤاخذه فضيحه يعني، فخدوا بالكم لان هو بتفقد المصداقيه تماما من الموضوع ده. زي الاخ ده الطيب ده هو طبعا شغال على المخده وقاعد يدور على الاورجن، هو ده يعني فاق حكايه الايه الجول بلادر. طيب من المشاكل برضو العيان ما يبقاش فاستنج قلنا، اكتوبيك جول بلادر قلنا، فريكوانسي اند سيتنج زي ما هنشوف بعد كده، تظبيط الجهاز مهم جدا علشان اشوف الجول بلادر باثولوجي.
اللي انا اظبط الفوكال زون، اظبط الديبس زي ما قلنا المره اللي فاتت علشان اقدر احدد الباثولوجي. من الحاجات الكومن قوي برضو بتبقى فيها ميستيك، اللي انا العيان يبقى جاي لي بجول بلادر مليانه ستون، مفيش ولا جزء من البايل موجود. طب ايه المشكله؟ اللي انا هشوف خط ابيض ما وراهوش اي حاجه، لو انا ما خدتش بالي ان دي الجول بلادر وكونتراكتد وفيها ستون، بس هي دي خط واحد بس، ليه؟ طب ما الستون من كتير اهو. قال لك اصل هو اول خط بيمنع كل الالتراسونيك ويفز اللي هي تنفذ من خلاله، فيديني خط ابيض رفيع. ممكن اتلخبط معاه اقول ده شويه جاز ولا بتاع، واقول الجول بلادر مش موجوده، لا هي كونتراكتد. وتكر دي برضو من الكومن ميستيكس اللي انا ممكن ايه اقع فيها. خلينا نخش في الباثولوجي. انا قسمت لكم النهارده الباثولوجي لمجموعتين، مجموعه الباثولوجي للجول بلادر ومجموعه الباثولوجي للبايل داكت. الجول بلادر عندي جول ستون وول ثيكنينج واكيوت كوليسيستايتس، هي نوع واحده من من الوول ثيكنينج، ولكنها الاهميه انا حاططها ك بوينت لوحدها. البايل داكت الدايليتيشن الوول ثيكنينج والسيستيك اتشينج. خلينا نبتدي على طول. الجول ستون، الجول ستون ده تراد ثلاث حاجات تدور عليهم، موبايل احفظ معايا، ايكوجينيك وذ شادو. التراد بتاعي الثري كلاسيك تراد، ان الجول بلادر ستون بتبقى هايبر ايكويك برايت منوره اكثر بياضا شديده الاضاءه، موبايل في الغالب لانك لو حركت العيان الناحيه دي والناحيه دي هتلاقيها بتعوم، ساعات بتبقى لازقه في الجدار بس يعني الكومن اللي هي تبقى موبايل، ووراها شادو اكيوستيك شادو. ويا سلام لو كان كلين شادو، يبقى ده هو المراد، مش احمد مراد، هيبقى ده المراد او المنى الكامل. الثلاث حاجات دي في الغالب بتبقى موجوده في كل الحالات، بعض الحالات بيبقى الموبايل مش موبايل قوي، الشادو ما بيبقاش كلير قوي على حسب الريزيستنس بتاعتها للالتراسونيك ويفز. الاكريسي بتاعت الالترا ساوند للجول بلادر ستون 95%، ودي حاجه عظيمه جدا. علشان كده تكير انا بركز على النقطه دي قوي، ان انت مش حدش هيدور وراك، ودي خطر جدا. انت هتعمل سونار هتقول فيه جول بلادر ستون وسيك وول وتوديها للجراح، خلص الموضوع بالنسبه للجراح، مش هيعمل حاجه تاني، وهو مش مطالب ان يعمل حاجه تاني في الحقيقه مع سيمتومز خلاص. العيان انا بحركه لو انا شاكك، يعني ادي ستون اهي، حركت العيان من السوباين للإيركت بوزيشن، الستونه راحت في حته ثانيه، فدي بتقول ان دي من الايه، من المانيفيستيشن بتاعه الستونز. الكلينيكال فيتشر العيان بيجي في الغالب بيجي اسيمتوماتيك، وانا اكتشفها في الروتين الترا ساوند. ممكن يبقى عنده بيلياري كوليك، رايت هايبوكوندريال بين، فات انتوليرانس، الميرفي ساين جاست بدوس عليها بالبروب بيبقى في بين بين رايت هايبوكوندريال بين اون اند اوف، جوندس لو في اوبستراكشن، وممكن يبقى فيفر لو كولانجايتس، لو سدت وحصل سكندري انفكشن هيبقى فيه كولانجايتس. السلايد دي مهمه جدا جدا جدا، من اهم السلايدز اللي موجوده في البرزنتيشن دي. قال لك والله عشان الستونه تعمل شادو، ودي الحاجه الاساسيه اللي انا بشخص بيها الستون من الثلاثه اللي احنا قلناهم، لازم الستون تقع، معلش ما تقعش، تقطع ما بين تو التراسونيك ويفز ماشيين جنب بعضهم علشان تعمل شادو. ما هو لو هي صغنططه، ايوه صغنططه، اقل ما من المسافه ما بين تو بيم اوف الترا ساوند، ده هيروح لحاله ويرجع وده هيروح لحاله ويرجع ومفيش شادو. الشادو لازم يحصل امتى؟ لما تكون الستونه قطعه تو التراسونيك ريز جنب بعضهم، عشان يبقى فيه ان في ما في او ما يبقاش في التراسونيك ويف تعدي منها. يبقى اول نقطه اللي هي ريفليكشن، الستونه تبقى فيها ريزيستنس تمنع مرور الالتراسونيك ويفز. تاني حاجه الويث اوف ذا ستون تبقى اكبر من الويث اوف ذا بيم، السايز ما بين تو بيم. الحاجه النقطه الثالثه اللي هي يمكن ما فيش كتير يعرفوها، اللي انت تحط الستونه في الزو في الفوكال زون بتاع الجهاز. كل جهاز بيبقى فيه في الجنب الصوره فوكس، الفوكس دي بتشوف
احسن كلاريتي للصوره، فانت لازم لو انت شاكك في ستونه نزل الفوكال زون عند النقطه دي، هتشوفها اللي هي بتبقى في الوسط هنا، هنا الفوكال زون بعيده عن الفوكال زون، نزلها لتحت لان كده وسعت قوي، الالتراسونيك ويفز ابتدت تستراكت، فابتدت الصوره تبقى مش واضحه. يبقى دول الثلاث نقط اللي احنا لازم نعرفهم، اللي هو ريفليكشن او ريزيستنس اوف ذا ستون، البيم ويدث اللي هي تعتمد عليها السايز اوف ذا ستون او العكس، والفوكال زون. تاني نقطه بعد الالترا اللي هو الجول بلادر ستونز، اللي هي الصغنططه بتاعتها، اللي هي ايه الصغنططه؟ السلادج. السلادج ما هو الا ستونه في يعني رمله في طريقها لتكوين ستونز، اللي هو جرافلز، ده ايكوجينيك لاير، طبعا حجمها صغنطط قوي، نقط كتيره كتيره، فبتخلي الالتراسونيك ويفز تعدي من خلالها. ليه؟ لان الويتس بتاع الجرافلز دي صغير قوي، 1 مللي 1.5 مللي، فما فيهاش شادو، فعلشان كده تحت الجول بلادر ما بيبقاش فيه شادو، يبقى ايكوجينيك لاير وذاوت شادو، كريستال كبرها 2 مللي موفابل، لو نيمت العين الناحيه دي والناحيه دي تتحرك، ونو بلاد فيسل. ايه يا عم ايه دخل البلاد فيسل؟ معلش انا بحب اقولها علشان دي اللي بتفرق لي ما بين السلادج والتيومر. ايه ده؟ هو التيومر ممكن يتلخبط مع السلادج؟ ايوه، نفس الشكل بنفس الصوره تجي لي مع بعض الجول بلادر ماسز اللي هي بتبقى مالجننت ماس، وهنفرقها بعد كده، عشان كده ساعات بلجا اللي هي موفابل، طبعا التيومر مش هيبقى موفابل ومفيش بلاد فيسل. بتبقى شكل اللافا، ايه اللافا دي؟ اللي هي الحمم البركانيه وهي نازله، بيبقى نفس الشكل في الموفمنت، في الموفمنت بتاعتها تبقى بيزار شيب، ودي بركيرسر ستون، يعني دي هي الابن الصغنطط اللي لما يكبر يبقى ستون. كان ريزيبل تيومر زي ما قلنا اهو، ده ممكن تبقى تيومر، دي ممكن تبقى تيومر، ده ممكن يبقى تيومر، بس فيها الكاركتر بتاعت السلادج. نفرق السلادج من الستون، طبعا فرق كبير، دي مش اهم حاجه، الشادو كونتينيوم حته كبيره على بعضها، بايل سولت كريستالز، الالترا ساوند نو ويف نو شادو، هنا اند اوف ذا كونتينيوم ليها بدايه ونهايه واضحه، برايت وكلين شادو. طبعا احنا واحنا بنشوف الجول بلادر ستون او الجول بلادر سلادج بندور على الكومبليكيشن بتاعتها، اذا كان ماس، اذا كان اكيوت او كرونيك كوليسيستايتس، اوبستراكتيف جوندس، بانكرياتايتس. ايه ده ممكن؟ ايوه ممكن طبعا، وخصوصا لو كان الكلينيكال بيكتشر كلها موجوده زي الابدومينال بين سيفير، ولو في جوندس ولا ولو في مالجنسي او انا سسبكت مالجنسي، بدور على الكومبليكيشن اوف ستون. الستونز يا جماعه فيها عشرات ومئات والاف الاشكال اللي ممكن تشوفها، فانا النهارده عامل لك يعني زي مجموعه كده كوليكشن من صور سريعه هنشوفها مع بعض. ادي هنا انا بدور على ايه؟ الشادو، الشادو والبرايتنس، شادو وبرايتنس، ادي الشادو اهو الاسود ده والبرايتنس، هنا ستونز اهي جميله خالص، وهنا في شادو اهو الاسود اللي نازل ده. طبعا احنا بنرسل هنا تحيه للدكتور حسين من احلى الصور بتاعت الستونز، حبيبي يا دكتور حسين منور يا باشا، دكتور حسين دخل ينام باين وسابنا. تمام، جول بلادر في ثيكنس هنا ومالتيبل ستونز وفيها ايكو شادو، ما تزهقوش من الصور هي كتيره، ستون شادو ومعاها هنا شويه حاجات بقى، هنا الول ثيك وفي كوليكشن هنا اوف فلويد، لا تكون دي اكيوت كولي سيستايتس، برضه هنا فيها ستونز، شويه ستونز ومختفي خالص الفيجن بعدها، في شادو واضح جدا في المنطقه دي السواد ده، برضه هنا ستونز متفرقه وفيها شادو كتير، ستونز وشادو، انتوا بقيتوا قدام بقى دلوقتي، ستونز كبيره اهي وشادو كبير، ستون وشادو، ستون كبيره قوي وشادو واخد كل الجول بلادر، وشايفين في هنا ريم وفي بايل خفيف قوي الاسود ده لو شايفينه، برضه هنا ستون، برضه الول هنا مش مريح، الول فيه سيكنينج، مالتيبل ستونز وعامله شادو كونتينيوم مع بعضه، ستون وشادو مع اختلاف الشكل طبعا، احفظ بعينيك، ستون كبيره وشادو برضو نفس الحكايه، هنا الستونه هنا برضو لما ليتت كده بس برضو ليها شادو، يبقى خلاص هنا مضى اهو
شوية مض ركنين في الجنب بالجرافيتي، برضو مض هنا الديرتي ده، هنا برضو في مض من غير شادو، مفيش شادو. هنا برضو دي ايه؟ لا دي حاجة تانية بقى هنا خالص. هنا دي لو قلنا عليها ستون، طب فين الشادو؟ مفيش شادو. يبقى هنا افكر بقى، طب احرك العيان؟ ما بتتحركش. وممكن لو لقيت دوبلر ممكن يبقى فيها، يعني قلما طبعا بيبقى الفلو بيبقى ضعيف جدا فقلما نشوفها، ولكن دي بولب مش ستون. ليه؟ عشان ما فيش شادو. مهم جدا الشادو يا جماعه، يعني هي الفكره كلها اللي انت ايه اللي خلاك تقول ان هي ما فيش شادو، ففكرت لا ده ديفرنشال دياجنوزيس مع الستون. هنا برضو هنا ما فيش شادو، فكده مشيت بولب. مض ده زي دماس، زي المض بالظبط، نفس المض، ولكن هتلاقي فيه انفلتريشن للوول، ما بيتحركش مع الحركه بتاعه العيان، وفي بلاد فيسل، ساعتها اقول ان ده ممكن يبقى ماس. رجعنا تاني ستونز اهي، احنا هنزهق فعلا من كتر الستونز. دي برضو ستون، لا دي ماس الونجيتد ليرد، وممكن تكون بتتحرك. ايه ده ايه ده ايه ده ده ايه؟ ممكن تبقى اسكارس، ودي شفناها 3 4 مرات يعني في حياتنا كلها، وممكن تنزل في السي بي دي وتعمل لي اوبستراكتيف جوندس، ودي شفناها برضو اللي هي عيان جايب اوبستراكتيف جوندس نتيجه اسكارس في الكومن بايل داكت. طيب بعض التكنيكال، انا هركز قوي على الجول بلادر ستون لان هو دي معظم الشغل بتاعنا كله في الحته دي، جول بلادر ستونز موجوده ولا لا، وعامله كومبليكيشن ولا لا، واشوفها ازاي واحسن طريقه لرؤيتها. ساعات التكنيكال بروبلم هي بتبقى المشكله الوحيده في رؤيه الستون او تشخيص الستون، يعني انا شايفها بس مش قادر اقول دي ستونه ولا لا. يعني ايه؟ زي ما قلنا الثلاث حاجات دي مهمه جدا بفكركم بيها. العيان ده عنده ستونه اهي، دي ستونه اهي وليها شادو، بس الشادو ده ديرتي مش كلير. طب ايه السبب اللي هو مش كلير زي ما متعودين اللي هو كلير شادو؟ قال لك والله في عندك حاجتين، الحته دي منوره قوي لان احنا عندنا هنا الجول بلادر ما هي الا تعامل معامله السيست، فبيبقى حواليها اكيوستيك شادو اللي هو الابيض المنور اللي تحتها، فانا لو قللت الجين شويه وظبطت الفوكال زون، الله بقت جميله جدا، دارك كلير شادو، اسود اسود، مفيش حاجه معديه. ظبطت الجين وظبطت الفوكال زون، حطيتها في نفس مستوى الستون، فبقت الصوره اروع ما تكون. هنا مثلا ادي مش عارف دي ستونه ولا بولب ملهاش، بس هنا انا شايف هنا البوستيريور انهانسمنت عالي قوي، ابيض قوي، فقلله شويه يا عم، قللته شويه ظهر لي الشادو. ايه ده؟ هو انا بتظبيطي للبوستيريور انهانسمنت ممكن اشوف حاجه ما كانتش متشافه؟ ايوه، لو حضرتوا معايا المحاضره اللي فاتت هتلاقوا اللي كان فيه صوره حاططها انا سيست موجوده تحت، جاست اللي انا ظبطت الانهانسمنت ابتدت تبان السيست بعد ما كانتش موجوده. هنا الستون ظبطت الانهانسمنت، البوستيريور انهانسمنت ابتدى تظهر الستون بعد ما كانت موجوده. هنا برضو نفس الحكايه، الستون اللي فوق دي الشادو بتاعها ضعيف جدا، جاست انا ظبطت الفوكال زون ابتدى الشادو يظهر بوضوح تام في الصوره اللي تحت، جاست اللي انا ظبطت الفوكال زون. من البيت فولز بتاعت الجول برادر ستون برضو السلادج، زي ما قلنا بنفرق، وممكن يبقوا موجود الاثنين، يعني هو زي ما قلنا دي بتؤدي الى دي، السلادج يؤدي الى ستون، فكتير قوي العيان بيبقى عنده الاثنين، مفيش شادو. دي طبعا تخوفني جدا من ماس الشكل ده. برضو الكوليسترول كريستال، الكوليسترول كريستال دي برضو دي نواه الستون، بتبقى فلوتنج ايكوجينيك فوكاي او فوساي وكوميت تيل ارتيفاكت. يعني ايه كوميت تيل ارتيفاكت؟ زي المذنب كده، عارفين المذنب اللي هو بيبقى ليه ديل كده طاير في السماء. دي مايكروسكوبيك كريستال اكوميليت ان ذا جول بلادر، ممكن تكبر وتعمل ستون، بيبقى شكلها زي ما انتم شايفين كده زي المذنبات اللي هي ليها ديل وضاء الشكل ده كده، او التلج لما بيبقى نازل من السقف بتاع الكهوف، نفس الشكل الغريب الجميل ده برضه هنا اكنه
ايه اللي هي المذنب ده. في بعض الحاجات التانية برضو تعمل بيت فولز مع الجول ستون، مهم جدا الكلام ده يا جماعة. الجول بلادر في لويس ستون ممكن تختفي ما تشوفهاش، بورسلين جول بلادر هنشوف الكلام ده، انفيزيميتاس والباول جاز. الجول بلادر ويز ستون زي ما قلنا ان ممكن الجول بلادر تبقى مليانة ستونز لغاية ان ما فيش ولا نقطة تعدي حاجة، فبيبقى خط ابيض بتكير، بيبقى فوق الخط الابيض ريم خفيف قوي من البايل، هو ده اللي بيفصل الجدار بتاع الجول بلادر. ده الجدار بتاع الجول بلادر انتيرور وول، وده الستونز وما بينهم ريم خفيف قوي من الايه البايل، وده اللي بيفرق لي ان الكالسيفيكيشن هنا ده ستون مش كالسيفايد وول اوف ذا جول بلادر. زي ما احنا شايفين هنا برضو ادي الوول وادي الستون وفي ريم خفيف من البايل، هنا برضو ادي بايل اهو وادي الوول وادي الستونز والشادو بتاعها جميل جدا. عكس البورسلين جول بلادر، البورسلين جول بلادر ده شادو من الكالسيفايد وول. يا عم طب هتفرق ايه يعني؟ طب ما اقول لي كالسيفايد وول او ستون، ما هو كله كالسيفيكيشن. قال لك لا يا جميل، احنا عندنا هنا البورسلين جول بلادر دي بري مالجننت، ده جاست موجوده لازم اشيلها، ملهاش حل، هتقلب مالجننسي، احتماليتها عاليه جدا. بينما الستون ممكن اسيبها لو العيان مش سيمتوماتايزنج، فالفرق كبير جدا ما بين دي ودي وتشخيص ده وده وده. ممكن لاجاست اللي انا قلت العيان ده فيه ستونز وخلاص، بعد سنتين ثلاثه العيان ده هيجي لي بكانسر جول بلادر ان اوبرابل، بينما الثاني لو قلت له ان دي ستونه. عشان كده بقول لك تيك كير من السونار. السونار قد ما هو انفستيجيشن شكله لطيف وسهل ولذيذ وحاجات كده جميله ما فيهوش انترفنشن ولا بتاع، بس خطير جدا. ايه خطورته؟ خطورته اللي انت بتتكلم في حاجات ممكن تكون انت اخر خطوه في الانفستيجيشن. انا لما بكتب تقرير منظار وتقرير سونار، تقرير السونار ببقى قلقان جدا 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 في كل كلمه بكتبها. المنظار انا شايف بعيني، الامور بتبقى اكثر وضوحا. هنا محتاجه التكنيك يبقى عالي، حبك للجهاز وتعاملك معاه. انا بكلم بقولها حبك للجهاز، ايوه حبك اللي انت تقدر تتالف معاه عشان تقدر تظبط الجهاز بحيث ان انت تبقى فاهم كل خطوه في الجهاز بتخلي الصوره ازاي اوضح واكثر دقه. ادي البورسلين جول بلادر برضو، ده في السي تي والاكس راي، ده كالسيفيكيشن في الجدار، دي لازم تتشال باسرع ما يمكن لان دي لو اتثابت هتقلب مالجنسي احتمال كبير. انفيزيميتس جول بلادر دي اكيوت كوليسيستايتس مع جاز فورمينج اورجانيزم، بتبقى موستلي في الدايابيتيك ميل، احتماليه البروفريشن عاليه والجنجرين، فدي ايمرجنسي المفروض تتشال تتعالج وتتشال. بيبقى برضو فيها ديرتي شادو، ده نتيجه الهواء اللي موجود جوه الجول بلادر. دي ساعات بنشوفها برضو لما بنعمل سفنكتروتومي، بيبقى فيه هواء جوه البيلياري سيستم، برضو نفس الفكرة بس الكلينيكال بيكتشر هنا مختلفة تماما. بيبقى أبيض وفيه ديرتي مش كلير شادو زي التاني، بيتحرك من مكان لمكان الشادو، مفيش ديفينيتيف ستون، مع البريشر واختلاف الوضع بيختلف الشكل تماما بتاع الشادو. المشكلة المورتاليتي ريت بتاعتها عالية، فالانترفنشن مهم جدا الكوليسيستكتومي بسرعة. الجاز زي ما قلنا ان ممكن نتلخبط جامد جدا مع الديودينم، الديودينم اهو اللي هو ده، طبعا لازم نتاكد ان دي جول بلادر ولا ديودينم، لان ساعات بتبقى جول بلادر كونتراكتد مثلا ومش شايفها ومش شايفه الا ده بس، فساعتها اقول عليها جول بلادر ومليانه ستونز، طبعا مشكله هي ما هي الا ديودينم ومليان جاز وفود بارتكل. خلصنا اول حاجه من الجول بلادر، جول بلادر ستون. هنخش في الوول ثيكنس، خلصنا جول ستون وول ثيكنس. احنا عندنا علشان نقول ايه الديفرنشال دياجنوزيس، اهم اسباب الوول ثيكنس بوست برانديال اكيوت وكرونيك كوليسيستايتس، كوليسترولوزيس، جول بلادر كارسينوما، وبوليب واسايتس. الاسايتس بيعمل والهايبو البومونيميا عموما تعمل لي ثيكنج اوف ذا اديما في الوول، فتديني ثيكنس اوف نورمال جول بلادر وول. الكوليسترولوزيس ما هو الا ديبوزيت اوف كريستال في الوول، بتتجمع وتعمل لي شبه ستون او يعني نوع من انواع الستون، بتبقى ستروبيري جول بلادر لانها بتبقى بوليبويدال، بتبقى لوبيولر، بتبقى الشكل ده
اكنها هم متخيلين اللي بيشوفها قال لك دي شكل الاستروبيري بالظبط، فهي بتبقى بالشكل ده نفتكرها. احفظ بعينيك الشكل لا ينسى اهو، برضو اكن دي كيس فراولة واحنا في الصيف هنا، يعني لو جبت منشار ونشرت الجول بلادر هيطلع لك الشكل ده كده، شكل جميل خالص مليان ستروبيري. الكوليستروزيس ده ليبيد ان جول بلادر، ممكن تبقى اسيمتوماتيك، ممكن تبقى العين يجي لك بمانيفستيشن اوف اول مانيفستيشن اوف ستون اللي هو الابدومينال بين رايت هايبوكوندريال بين والكلام ده، ودي اشكال مختلفه من الكوليستروزيس. نفس الحكايه. نيجي للنقطه اللي بعد كده اللي هو الثيكنس الادينوما او البابيلوماز اللي هو البوليب. طبعا البوليب دي مش حاجه يعني هي رير، ولكنها موجوده ان نورمال بيرسون كتير قوي بنشوفها، يمكن اب تو 2%. ممكن تبقى سيسايل، ممكن تبقى بيدانكيليتد. الفرق ما بينهم بالنسبه لي مهم قوي، ان السيسايل دي هتبقى واضحه بالنسبه لي اللي هي اموبايل، البيدانكيليت ساعات تتحرك تلخبطني مع الستون، بس احنا قدام بقى عارفين ان هي ملهاش شادو، فعلشان كده اقدر افرقها ما بين الستون. سوليتري في الغالب، البناين السمول دايما بتبقى بناين ان شاء الله، لو اكتر من 1 سنتي ساعتها بتبقى هاي سسبيشس اوف مالجنسي. البوليب دي بتبقى سيمتوماتيك، موجودة في up to 5% of general normal population. occasional بتبقى معاها biliary colic في بعض الأحيان لو موجودة عند النك في الغالب. most common cholesterol polyp ملهاش شادو طبعا، وده اللي بيفرق لي. fixed إلا لو ليها stock ساعتها هتتحرك. large polyp دي precancerous ملهاش حل، لازم تتشال، وإحنا بنعمل لها follow up كل 6 أشهر أو 3 أشهر according. لو ابتدت تزيد في الحجم even لو كانت أقل من سنتي بتتشال للامان. لو جايه مع واحد عنده سكليروزين كولانجايتس اللي هو اصلا بري مالجننت، لا ملهاش حل، ده لازم تتشال حالا. ده ديفرنشال دايجنوزيس لستون، ده طبعا دي البوليب بتاعتنا، بوليب ملهاش شادو. ابتدت تكبر هنا، دي تطلع على الجراح على طول من عندك من العياده للجراح، لان دي ابتدت تبقى كبيره، دي بري مالجننت ما تضمنش ان هي تتحول امتى. جول بلادر كارسينوما برضه سيسايل او بوليبويدال ماس، بتبقى لارج انفلتريتنج الميوكوزا اللي هي اندرلاينج ميوكوزا، ساعتها تبقى دي برضه من الحاجات اللي بتفرقها لي قوي، اللي هو في ديسكنتينيوتي اوف ذا ميوكوزا اوف ذا جول بلادر. ممكن تبقى كالسيفايد، ممكن تبقى اون توب اوف بورسلين جول بلادر، ممكن تبقى جايه لي ميتاستاسيز وكومن ميتاستاسيز للليفر. زي ما انتم شايفين جول بلادر مليانه. ممكن تقول لي ده مد، اقول لك ماشي، ابتدي حرك العيان، ما بيتحركش المد، اعمل لي دوبلر هتلاقي فيه بلاد فيسل، العيان كشكتك وعنده ابدومينال بين وابتدى يجي له مانيفستيشن اوف مالجنسي. ده هنا في وول ثيكنينج، هنا دي ماس، ممكن تقول لي دي مد، اقول لك اه بس فيها بلاد فيسل فكده خلاص دي مش مد، دي مالجننت جول بلاد. بعد كده هنخش على النقطة المهمة جدا، الأكيوت كوليسيستايتس. الأكيوت كوليسيستايتس ده انفلاميشن للجول بلادر والبيلياري سيستم حواليها، ممكن أكيوت وكرونيك. بتيجي الأكيوت ببين معاها ستون امبييما والإديما أو بري كوليسيستايتس أو بري كوليسيستيك فلويد كوليكشن. بيبقى معاها في الغالب الباثوفيسيولوجي بتاعها لا إما أوبستراكشن، في معاها انفلاميشن للميوكوزا، في اليومينال ديستنشن نتيجه الميوكس اللي بيبقى سكريتد نتيجه الانفلاميشن من الانر ميوكوزا بتاع الجول بلادر. البريشر بيبقى جواها عالي فبتاثر على البلاد فلو، في وول ثيكنينج، وفي سكندري ممكن بكتيريال انفكشن تعمل لي امبايم. الكاركتر بتاعتها مهم قوي، الثيكنس من اهم الحاجات، ان هو اكتر، احنا قلنا كام؟ افتكروا معايا 8 في 4 في 2 مللي، 8 ده طول، 4 سنتي ده عرض، 2 مللي ده ثيكنس اوف ذا جول بلادر. لو زادت زي ما انتم شايفين هنا وفي اديما واللايرز باينه، ادي الماسكولاريس ميكوزا اهي، ودي هنا في اديما في اول لايرز. الهالوز اللي الدكتور حسين قال لنا عليه في حته ثانيه هو برضو نفس الهايبو ايكويك ماس او ليجن، ده نتيجه الاديمه حوالين الجول بلادر، وان كانت الباثولوجي طبعا مختلف عن الماليجنسي، هنا دي حاجه ودي حاجه. فوكال او يونيفورم او يونيفورملي، ممكن يبقى ثيكنس في حته واحده وينتشر، او ممكن يجي لك في كل الايه الوول
هوموجينس، ساعات بيبقى انتيريور إديما وبوستيريور نورمال او العكس. الفلويد برضو من الحاجات الكاركترستكس ليها اللي هي بيبقى فيها حواليها فلويد كوليكشن، ده انفلاماتوري بروسيس. وطبعا الدوبلر دي حتى انفليم فبتبقى فيها اللي هي انكريز بلاد فلو بالباور فلو دوبلر، بيبقى ممكن يبقى يشوف الحته دي اكثر فلو جنرالي. هنا دي سكند، بس خد بالك ده العيان ده عنده ايه هنا، الميه اللي بره دي اسايتس. ايه ده؟ طب بس ده وول ثيكنينج جامد قوي، دي اكيد كوليسيستايتس. لا لا لا، خد بالك ده من الفالاسيز اللي احنا قلناها المره اللي فاتت في اول محاضره واول مره نقعد مع بعض فيها، وده كان يوم جميل اللي احنا قلنا ان الاسايتس من الحاجات اللي هي بتبقى بيت فولز معايا في السونار، لانها بتغير لي بعض الاشكال، منها الوول اوف ذا جول بلادر والايكوجينيستي اوف ذا كيدني برضو بتتغير معايا. فتيك كير ان الاسايتس للنورمال بتاعه، ليه نورمال بتاعه. وهنا برضو تندرج تحتها كل اسباب الهايبو البومونيميا وكونجستيف هارت فيلير والحاجات دي كلها، تعمل نفس الصوره دي اللي هي ثيك جول بلادر ونورمال جول بلادر. اشيلها؟ لا طبعا ما اشيلهاش، دي نورمال جول بلادر. اشكال مختلفه من الكوليسيستايتس كلها بتجتمع فيها الثيكنينج الستون البري جول بلادر كوليكشن او فلويد كوليكشن. برضو نفس الحكاية هنا، في فلويد حوالين الجول بلادر ثيك وول. هنا احنا نجمع بقى، ادي ستونة ليها شادو ثيك وول. في تاني احنا نفسي نشوف بقى هنا جول بلادر فلويد كوليكشن، الول هنا 4 ملي اكتر من 2 فكده بقت ثيك ومعاها ستون. في هنا فلويد كوليكشن اهو، الاسود ده فلويد كوليكشن او يعني بدايات، ده انا بشوفها في الشورت اكسس اللي هو بالعرض بتبقى اكثر وضوحا. الول قديمة هنا، اللايرز باينه اهي متفرقه عن بعضها، مالتيبل ستونز. هنا في فلويد اهو الاسود اللي حواليها ده ريم اوف فلويد، ده يقول لك ان في انفلاماتوري بروسيس شغال. برضو نفس الحكايه، والقديمة ستونز مات، يبقى كده انا بتكلم في اكيوت كوليسيستايتس. برضو free fluid thick ومد وستون، يبقى انا برضو بقول ان دي كوليسيستايتس. نفس الكلام، انا بحب اجيب صور كتيره قوي علشان تشوفها في كل الاشكال، لان مفيش شكلين زي بعض بس الكونسبت كله واحد. البوزيتيف بريدكتيف فاليو والنيجاتيف بريدكتيف فاليو في الاكيوت كوليسيستايتس الحقيقه كويس قوي، يعني انا جاست جمعت ستون وميرفي ساين وثيك وول، بقول ان دي 90% او 92% دي acute cholecystitis. والنيجاتيف برضو عالي جدا، ان انا لو ما لقيتش ستون والوول بتاعها نورمال وما فيش ميرفي ساين، لا ده 99 مش acute cholecystitis. دي البوست برانديال دايما بجيبها بوريها لكم علشان اوعى 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 تقع في الخطا ده، العيان مش صايم يبقى ثيك وول، فتيك كير تيك كير. الكورونيك cholecystitis هي اقرب ما تكون، ولكن دي recurrent attack مع contracted shrunking gall bladder. فجاست اللي انت لقيت الجول بلادر مع ان العيان صايم مش distended، والعيان بيجي له recurrent attack of right upper quadrant pain، فاقول ان احنا بنتكلم في الايه، في الكرونيك cholecystitis. هنا بقى thick wall و contracted gall bladder تحت اهي واضحه، focally thickening في الانتيريور وول. الميوكوسيل ده جول بلادر اتسدت، السيستك داكت بتاعتها اتسدت، ابتدت تحصل فيها كوليكشن، ابتدت الجدار اللي هو الميوكوزا تخرج ميوكس، ابتدى يبقى ديستندد، وممكن لو حصل سكندري انفكشن تبقى امبايما. امبايما دي كومبليكيشن اوف كوليسيستايتس، برضو انفكتد واوبستراكتد، دي ايمرجنسي، العيان ده ممكن يفتح يحصل ليك بيرفوريشن، ممكن تفتح على انتستين او تفتح على البريتون يعمل لي بروتونايتس. دي ايمرجنسي لازم اعمل لها درينج زي اي ابسس سواء سيرجيكال او اندوسكوبيك جايدد، وساعات دلوقتي بنعمل اي يو اس جايدد درينج. شكلها زي الماليجنانس يا جماعه اهي، بس ما فيهاش بلاد فيسل جوه وبتتحرك وفي باص، وممكن يبقى فيه هنا هواء لو كان جاز فورمنج اورجانيزم تديني ان دي مش، وطبعا الكلينيكال بيكتشر. فطبعا الصوره زي ما قلنا والدكتوره امل قالت والدكتور حسين قال ان احنا بنوصف، ده علم وصفي، الالترا ساوند ده علم وصفي،
انا مطالب ان انا اشوف الصوره كامله، اللي انا بشوف كلينيكال بيكتشر العين جايبيها، بشوف السيركمستانسز بتاعه البيكتشر اللي انا شايفها. يعني انا ما اقدرش اقول لك دي ايه مره واحده زي الفوكال هيباتيك ليجن زي ما الدكتور حسين كان بيقول، ما اقدرش ابص عليه كده اقول لك دي هيباتيك كارسينوما 100%، صعب جدا. الفلسز بتبقى موجوده وعاليه، هي صوره كامله وانفستيجيشن مع كلينيكال بيكتشر بنقدر نحدد. خلصنا الجول بلادر، نبتدي في البايل داكت. البايل داكت عندنا ثلاثه ليجن: الدايليتد بايل داكت، الوول ثيكنينج اوف بايل داكت، والسيستيك تشينج. دي هنقولها بسرعه. الدايليتيشن اول حاجه، احنا عندنا كوز اوف دايليتيشن اهم حاجه الستون، قفله كارسينوما في الجول بلادر في البيلياري داكت سده، كولانجيو كارسينوما اكسترنسك، ذا كانسر هيد اوف بنكرياس. دول اهم الحاجات اللي انا بشوفهم. زي ما اتفقنا وبفكركم، بدايه الكومن بايل داكت اللي انا بشوف البورتال فين، بشوفه سواء من الوسط وامشي مع الكونفلونس واخش في الليفر، يبقى اللي فوقيه دي الكومن بايل داكت. كومن بايل داكت دايلاتيشن زي ما قلنا ان هي بتبقى اسرع دايلاتيشن لو كان ديستال اوبستراكشن اللي هو اكسترا هيباتيك وبعد كده تليها الانترا هيباتيك، ولو لقيت انترا هيباتيك فقط يبقى ده معناه ان في هايلر اوبستراكشن او انترا هيباتيك اوبستراكشن. مهم قوي الكلام ده عشان بحدد الاي ار سي بي هيبقى ذات قيمه ولا لا، هل هو ديستال ولا بروكسيمال، ولو كانت بروكسيمال هل هي انترا هيباتيك واخده كل عند الهايلم كلات سكين تيومر مثلا، ولا انسايد ذا ليفر برانش واحد من ليفت او رايت بيلياري سيستم. ده انترا هيباتيك كله مفتح، وطبعا الدوبلر بيبقى مساعد قوي هنا لو انت شاكك، وهنا دي عند الايه الهايلم اوف ذا ليفر. هنا برضو دي بعض الصور بقى سي بي دي دايلاتيشن، شفت البورتال فين، بشوف بعدها على طول الايه، ادي هنا سي بي دي دايلاتيشن، لقيت هنا ستونه. ليه ستونه؟ عشان في شادو. هنا برضو دايلاتيشن وفي هنا برضو ستونه. ليه ستونه؟ عشان في شادو. دي انترا هيباتيك بيلي راديكال دايلاتيشن. تذكر ان الستون ممكن يكون مع كومن مع جول بلادر ستون وده الكومن، بس في 10% دي نوفو، ان انا جاست كمان ان هي الستونه دي متكونه جوه السي بي دي، ودي بتبان قوي بعد كل سيستكتومي، شلت الجول بلادر ورميت كل الستون اللي فيها والدنيا كلير، سنتين ثلاثه العين يجي لي بوستراكتيف جوندس ستونه. ده 10% من الحالات بتبقى كده دي نوفو اللي هي في الكومن بايل داكت. خد بالك ان الداكت برضو من الحتت البايخه قوي في السونار، الديستال بارت اللي هي متغطيه اللي هي جنب الديودنم. الديودنم ممكن يغطي لي على الستون في كثير من الاحيان، بلجا للام ار سي بي لاني مش عارف الدايلاتيشن ده سببه ايه. مفيش حاجه باينه في السونار نتيجه العيان الجاز الستون كونسيلد باي جاز او الماس كونسيلد باي جاز. ممكن يجي لي ستونه من غير دايلاتيشن، ايوه ممكن تبقى ستون وقافله زي البولاند فالف وتفتح وتقفل تفتح وتقفل، ما تعمليش دايلاتيشن بس تعمل لي بين واون اند اوف جوندس. ساعتها الام ار سي بي او الالترا ساوند الاول لو ما بينش الام ار سي بي بيبقى ادق من الالترا ساوند. برضه هنا نفس الحكايه سي بي دي ستون وشادو. هنا دي انترا هيباتيك ستونز، ممكن تجي لي الستون انترا هيباتيك وبتبقى سامجه جدا جدا جدا، الاي ار سي بي في الغالب ما بيقدرش يحلها. زي ما قلنا هنا دي ستونه اهي انترا في السي بي دي ومفيش دايلاتيشن، يعني الثيكنس هنا كام؟ الوول من انر تي انر 5 مللي، احنا قلنا ان ابر نورمال بتاعنا 8، ودي الاي ار سي بي بتاعها. برضه هنا في ستون انسايد ليفر انترا هيباتيك بيلي راديكال دايلاتيشن. الميجرمنت زي ما قلنا بيبقى الاكيوريت او دايما احنا بنقيس عند الايه ان كومباريزون وذ بورتال فين عند الايه الهايلم اوف ذا ليفر. ممكن بالعين كده الطبيعي ان البورت ان الكومن بايل داكت او الكومن هيباتيك داكت 40% من البورتال فين، فبالعين كده اقدر اقول لك ان دي دي دايليتد. هو في الغالب انا هاردلي اشوف السي بي دي ان ات ايز، يعني برضه لازم اشوف بورتال فين بوضوح واحاول احرك البروب كتير كتير لغايه ما توضح لي صوره للبورت للكومن هيباتيك داكت. هنا هستون ودايليتيشن برضه نفس الحكايه. هنا ده عند برضه السي بي دي مع البورتال فين، الاثنين تقريبا قد بعض ويمكن السي بي دي اكبر، فده دليل ان هي خلاص دي بقت دايليتد 100%. انا بمشي مع الكومن هيباتيك داكت
او كومن بايل داكت هنا لغايه الاخر، لغايه ما اشوف سبب الاوبستراكشن. ده برضو انترا هيباتيك بيلي راديكال دايليتيشن، برضو دي صور متكرره للانترا هيباتيك بيلي، دي سي بي دي دايليتيشن، وده الستون في شادو هنا اهو وان كان مش قوي قوي. برضو نفس الحكايه، في هنا ستون سي بي دي ستون. البيت فولز طبعا مع السي بي دي ستونز السيرجيكال كليب، ممكن يكون واحد مركب سيرجيكال كليب ويديني صوره برضو خط ابيض بشادو، بس بيبقى الابيض وضاء اكتر من الستون وما فيهوش الريجولاريتي، بيبقى كلير وبيبقى شديد الايه البياض. الفاسكولار كالسيفيكيشن، البيلياري اير لو حد عمل ركب انترا هيباتيك بتاع ده ستنت، والبورتال البارشال فوليوم اوف باول جاز ممكن يغطي برضو على السي بي دي. الوول ثيكنس سكليروزيوم كولانجايتس مش هنطول فيها، هي في الحقيقه انا مش يعني برضو مش السونار برضو هو الفيرست تشويس، هو الاي ار الام ار سي بي هو الفيرست تشويس لو بيبقى بيدنج ابييرنس والاي ار سي بي، وان كان السونار بيبين لي اللي هو دايلاتيشن وتيبرنج اوف ذا بيلياري داكتس انترا واكسترا هيباتيك. زي ما شايفين هو الاي ار سي بي دايجنوستيك ليها قوي، وطبعا الافضل دلوقتي الام ار سي بي. الكولانجيوكارسينوما احنا برضو جاست اللي احنا بنسسبكت عيان جايبه اوبستراكتيف جوندس، عنده السرتيف كولايتس، عنده سكليروزنج كولانجايتس، بفكر اعمل السونار بحثا عن الكولانجيوكارسينوما. كومن انترا اللي عند كلات سكين تيومر اللي هو عند الهايلم، ده الموست كومن، ممكن تبقى انسايد ذا ليفر، ممكن تبقى اوت سايد. كل هدفي اللي انا بشوف دايلاتيشن وبدور على سبب فلاقيه ماس، جاست لقيت ماس بفكر في كولانجيوكارسينوما من اول الاحتماليات، وخصوصا لو هي بعيده عن الامبولا فبفكر اللي هي مش كانسر هيد اوف بنكرياس، ففي الغالب دي بتبقى الكولانجيوكارسينوما. طبعا هي بتبقى برضو اللي انا بجيب الجولب الكومن بايل داكت من الاخر من عند الليفر وانزل بيها لغايه ما الاقي سايت اوف اوبستراكشن ايه بشوفه واعرف اذا كان ده ماس ولا ستون. برضو نفس الحكايه، في ماس هنا، في ماس اهي واضحه جدا هايبر ايكويك ماس. الكومن اللي هو كلات سكين تيومر اللي هو عند الهايلم اللي هو عند الانترنس بتاع الكومن هيباتيك داكت للليفر. البيلياري سيستيك دايلاتيشن انا عندي اللي هو الكلودوكال سيست، عندنا خمس انواع يعني مش محل يعني شرحها دلوقتي. احنا هنقول ان هو في لايما فيوزيفورم او ساكولر او كارولي سيندروم اللي الدكتور حسين كان اشار اليه، وممكن لو بيبقى فيه مالتيبلستي انترا واكسترا هيباتيك بتبقى سيست. بس تيك كير، هو النقطه كلها اللي انا بقولها النهارده ان تيك كير ان اللي انت تتلخبط فيها مع الجول بلادر، جاست اللي انت هتشوف جول بلادر تدور عليها بوضوح. الحاجه الثانيه اللي هي يبقى فيه كونتينيوتي مع البيلياري سيستم، جاست اللي انت لقيت السيست ان كونتينيوتي مع البيلياري سيستم، ساعات بتبقى صعب اللي انت تشوف الكونتينيوتي ده بالسونار وخصوصا في وسط جازس، ولكن بتلاقي اكن في تو جول بلادر، تفكر دايما في كلودوكال سيست بروفايد اللي انت شايف الجول بلادر واضحه او العيان عمل كوليسيستكتومي قبل كده، برضو من الحاجات اللي هي بتساعد في الدايجنوزيس. احنا قلنا المجموعتين الجول بلادر جول ستون وول ثيكنس اكيوت كوليسيستايتس مع البايل داكت دايلاتيشن وول ثيكنس وسيستيك تشينج. تيك كير اللاست ادفايس اللي نايم يصحى معايا، اهم حاجه ثينك ميني تايمز بيفور رايتنج ا بيلياري الترا ساوند ريبورت. تيك كير اللي انت ساعات بتبقى الفيرست اند لاست اكزامينيشن بيتعمل للعيان قبل العملية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.